السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسليم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة مهم جدا، مهم للبنات والستات ولأي حد بيخرج يشتري لبس من المحل الملابس، يطلع يقعد في كافيه، يطلع يتغدى بره. للستات والبنات مهم جدا يا جماعة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان في بنت عادي خالص راحت مطعم عشان تتغدى فيه، راحت مطعم مشهور جدا، انا مش هقول اسمه، في مصر الجديدة، وراحت اتغدت. وبعد ما اتغدت البنت قامت عشان تدخل الحمام، دخلت الحمام، ايه اللي حصل يا جماعه؟ البنت بتتفاجئ وهي قاعده في الحمام يا جماعه ان في تليفون محشور بين الخشب، يعني ايه الخشب بتاع الحمام كده زي مجوف كده، ففي تليفون محطوط في النص والكاميرا مفتوحه. البنت طبعا قبل ما تعمل اي حاجه او تنزل هدومها او تقوم تقلع هدومها وتخش الحمام شافت الموبايل على طول، راحت واخده الموبايل وعملت فضيحه وزعقت وجابت الشرطه وقلبت الدنيا يا جماعه. يعني كان في حد حاطط تليفون في الحمام بتاع المطعم ده، بقى الموضوع اللي انا ايه جاي اتكلم عنه. بصوا يا جماعه، احنا طبعا بنروح نشتري ملابس من المحلات، وبنروح نتغدى بره، بنروح نقعد في كافيهات، بنخرج ايا كان بقى الخروجه اللي بنخرجها، مش بتصادف ان احنا بندخل الحمام؟ او احنا لو رايحين نشتري ملابس مش بتصادف ان احنا بنخش نغير ملابسنا ونقلع هدومنا ونقيس جوه في البروفا؟ بصوا يا جماعه، لكل بنت بقى وست تخلي بالك قوي، تخش تفتشي وتشوفي وتبصي فوق وتبصي تحت وتبصي في الجنب ده والجنب ده، وتخلي بالك قوي لا يكون في اي حاجه بتصورك. الموضوع ده مش هياخد منك دقيقه او دقيقه ونص، بس تطمني ان محدش بيبص على جسمك. يعني الفيديو ده معمول للناس، لكل الناس، كل البنات بتخرج وكل الحريم بتخرج وتجيب وتخرج وتاكل وتعمل وتروح تشتري ملابس. قبل ما تخشي اي مكان تقلعي هدومك بره بيتك، حمام بقى، بروفا، اي حاجه ايا كانت، تبصي في كل حته قبل ما تقلعي هدومك، تبصي في كل مكان، لان انت مش عارفه انت ايه اللي مستنيكي. ممكن تكون حاطين كاميرات في المحل، في البروفا، في اي مكان، زي الموضوع اللي شفناه من فتره، من قيمه كام شهر، كان المحل بيحط كاميرا في البروفا والبنات بتغير. البنت دي دخلت المطعم وكانت داخله تعمل حمام عادي وتغسل ايديها، لقت تليفون محشور في الحمام مفتوح الكاميرا بيصور الحريم لما تخش الحمام. شفتوا القذاره؟ انا ما شفتش اكثر من شخص يصور واحدة ست في الحمام وهي في الحمام، ما شفتش أكثر من كده ولا هشوف في حياتي. يا جماعة خلي بالكو، خلي بالكو والله العظيم. اللي حصل إن هو كان شخص عنده 17 سنة، مراهق شغال في المطعم ده، كان بيعمل كده على طول مع الحريم، ولما مسكوا التليفون لقوه مصور بدل البنت 100 بنت وهي بتعمل حمام في الحمام بتاع المطعم. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا انا بتكلم النهارده في موضوع خطير ازاي ولا يعني انا والله العظيم قعدت هتضله، بس كل الكلام يعني اول ما جيت فتحت الكاميرا لقيت الكلام بيجي لوحده. بجد بجد يا جماعه الموضوع ده خطير جدا. انا طالبه من كل حد يشوفني، اللي عايز ياخد الفيديو ده ينزله عنده على قناته او يعمل له مشاركه او يبعته لاي حد من صحابه، يشيروه كتير قوي عشان البنات تاخد بالها، والستات مش اي مكان بره بيتك تخشي تقلعي فيه كده وانت مغمضه. لو اضطريتي ان انت تخشي الحمام في اي مطعم او اي كافيه او اي محل، لازم تبصي فوق وتحت وفي الجناب ووراكي وقدامك في كل حته. لقيتي اي حاجه مريبه يبقى دي كاميرا، لقيتي اي حاجه ملزوقه في الجنب دي كاميرا، لقيتي اي، خلي بالكم كمان يا جماعه في البروفا بيبقوا حاطين المكان اللي بتحطي عليه الملابس ده بيبقى فيه كاميرا اللي هي بتبقى عامله زي الشماعه دي. خلي بالكوا يا جماعه والله العظيم بجد الدنيا ما بقاش فيها اخلاق ولا بقى عندهم ذمه. لما واحد يبقى يصور واحده خلصه من غير ما هي تاخد بالها ويصور جسمها، يبقى ده شخص مريض، مريض ولازم ان يتعالج ولازم ان يتحبس على حاجه زي كده. طبعا البنت ما تنازلتش عن حقها وعملت محضر وقلبت الدنيا ونزلت القصه بتاعتها وناس كتير شاركتها، وانا واحده من الناس دول، عشان البنات تاخد بالها. خدوا بالكوا ارجوكم، مش اي حته تقلعوا فيها، هتخشي الحمام بصي يمين وشمال وتحت وفوق، ما لقيتيش حاجه يبقى ما فيش حاجه خلاص. ماشي يا جماعه؟
انا عامله الفيديو ده للتوعيه، اللي عايز ياخد الفيديو بتاعي وينزله على قناته ياخده براحته، وينزله ويعملوا له مشاركه في كل حته عشان الناس تاخد بالها. وحسبي الله ونعم الوكيل، في كل شخص زباله يعمل حاجه زي كده، في كل شخص ما عندوش كرامه يعمل كده ويصور واحده من غير ما تاخد بالها، ويصور جسمها ويصور لحمها من غير ما هي تاخد بالها. واكثر شخص اللي يصور واحده في الحمام، انتوا فاهمين اكثر شخص فعلا، مش هنشوف اكثر منه. انا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك.